ديروا اي درت تدخل له كاين هذا الشيء درب باللي في المدينه القديمه ما تدخل هنا بوتور ولا كروس ولا ولا هوندا اللي هو باش يعيشوا عنده اسره العربه ديالنا هي تدخل باش اسره الاولاد كي ما يكون درب تدخل له عندنا 30 سنه باش كاينين تمايا وراه كل شيء تيعرفنا بلي حنا كاينين تمايا حنا تما عندنا مستودع ديال البهائم وكل واحد عنده بركه ديالو تما كيعيش فيها والله يجزيك بخير تتفاجئنا بلا هاد الناس بغيو يخرجونا بغيو يعوضوا لشي وشي بغيو يرميو هاد هو علاش عيطنا عليكم وساندتونا وما عندي ما نقول جزاكم الله بخير وحنا كنطلبوا من جميع المواطنين اللي شاف هاد الفيديو يبارطاجيه ويصيفطوا الناس المسؤولين للرباط وحنا بنا الصوت ديالنا يوصل الناس المسؤولين والله يجازيكم بخير هاد الناس راه بيخرجوا بدون تعويض وحنا راه عندنا بركنا هنا كاين اللي طيح عليه البركه بجوج المليون كاين طاحت عليه بمليون ونص وجانا وفي 2011 كان تعطانا كوري في عين سليم ولكن اش اللي جعلنا هذا هذاك الكوري وهو الطريق بعيدة علينا ما غاديش نمشيو حنا 20 كيلومتر خارج المدينه هذاك الشيء باش عاود خلانا السي الوالي الله يذكره بالخير من هذا المنبر وانا كنحيي السي مهديه خلانا هنا وقالنا غادي تبقاو هنا ان شاء الله حتى نشوف لكم شي حل وراه مشا هو قياد وبغي يخرجونا من هنا ولكن خلونا هنا حتى جات هاد الباشا وهاد القايد وبغي يتهجموا علينا وبغي يحيدونا رغم على نفسنا وحنا راه كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو ويشافيهنا ويطولنا عمرو يوقف بجنبنا جنبنا حنا راه ناس ضعفاء مساكين وكل شيء هو عندنا عندنا شكايات من للداخليه الداخلية من صفة الديوان المظالم من السيد الوالي من صفة المنصورية الوزيره ديال السكنة والتعمير وهي العمده مراكش وراه كنطلبوا كاع احنا من هذه الجهات باش يحلوا معنا المشكل باش ما يرميوناش باش ما يقسيوناش ماشي احنا عايشين هنا 30 سنه ويجي واحد ما عمره عارف هنا ويتعوض في طريقنا احنا هادشي راه ما نقبلوش وما نبغيو راه دولات الحق والقانون والديمقراطيه بنا احنا هادشي يكون بالشفافيه ونزاهه واللي كيتسال شي حاجه يشدها حنا العدد ديالنا في هذا الكوري هذا يعني كاينين جوج الكوارا كاين هذا الكوري وكاين الكوري اللي متكي عليه ما دخلتوا شفتوه حنا على 38 واحد راه كاين اللي عايش هنا ناعس هنا ما عنده فين ينعس لا خرج غدا بغا ناعس في الشنطي راه ما عندوش فين ينعس شي بعضين هنا ما عنده لا دار لا سكنه لا والو وهنا فين عايشين هاد القيامه كامله هاد الناس راه هنا فين عايشين راه لفاتوا هنا راه توضروا ولا بغيت تكربصوا عليهم بغيت تلقوهم راه بغيت تكربصوا عليهم راه كاين اللي هنايا راه ما عنده تا ما ياكل ما عنده ما يشرب الله وما خدم لا جابها ولا كلا وعنده ثلاثه الاولاد اربعه الاولاد عريانين تا يقراو اش با يعطيهم اش با ياكل هو كي با يدير ملي با هاد الناس با يزفوا به با يزيدوا به كي با يدير والدينا والدينا عاشوا هنايا وراه كاين اللي مسكين اللي خرج من هنا ما عرف ما يدير والو ما عنده ما يدير غادي يخرج الاجرام ويخرج يعود يتكرفس على عباد الله ولا يعود يبيع المخدرات وغادي يديو يتكرفسوا على عباد الله راه هادشي راه هادشي راه قبيح ما بغاه لا ربي ولا عبده حنا فين بغينا نديو هاد البهيم باش عايشين احنا النهار جا الزنزان راه حنا اللي خدامين في التراب تنخرجوا التراب وخرجنا التراب فابور خدمونا المقدمين والقيود فابور ما كاين كاع شي واحد تخلص في هذاك الشيء كاين اللي ضرب 20 يوم ديال الخدمه مع الشركات اللي جاو تما <applause> فابور ما تخلص ما والو والاهانه ديالنا تظل تتهان في هاد الحفره هادي الباب. جال جال جا الفيضان القناه تردموا لنا البهيب جا جا اللي جا تيلقنا حنا هما هما الاولين حنا هما المساكين الاولين تتجي فينا الضربه ما كاين <applause> يعني شي واحد تتجي فيه الضربه هي الاولى قال لك غادي تخويو قال لك سير دبروا روسكم هادشي اللي تيقولوا دوك اللي شادين التعويض تيقول لك خصكم تخويو هنا العساس ديال هنا حتى هو مسكين فين بغا يمشي حتى واحد هنا ما مستافد شي حاجه فهادو اللي كاينين وهادو هما اللي الاولين ديال هاد الساكنه اللي كاينه هنا